اهلا بحضراتكم من جديد. طيب يمكن في هذه الاثناء او في هذه اللحظات يمكن كان في اجتماع مهم جدا داخل مقر اتحاد الكره في الجزيره، وهو الامر متعلق برابطه الانديه المحترفه. الخبر الرسمي اللي تم اعلانه منذ قليل، عقد اليوم المكتب التنفيذي لرابطه انديه القسم الاول لمسابقه الدور العام جلسه اجراءات برئاسه اللواء صفي الدين بسيوني بوصفه اكبر الاعضاء سنا، حيث اعلن بالتوافق مع المهندس احمد مجاهد رئيس اللجنه الثلاثيه استمرار مندوبي الاتحاد في المكتب التنفيذي، وهما اللواء صفي الدين بسيوني واللواء ثروت تسويلم كداعمين للاعضاء المختارين من قبل الانديه، وترك حريه تشكيل هيئه المكتب فيما بينهم. وعلى هذا الاساس تم الاستقرار على اختيار احمد دياب رئيسا للمكتب التنفيذي للرابطه وعماد متعب نائبا. طيب لمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع أروح مباشرة عبر الهاتف مع الزميل العزيز الأستاذ محمد مراد الناقد الرياضي باليوم السابع عشان نعرف كواليس هذا الاجتماع وما دار في اجتماع رابطة الأندية المحترفة وأول اجتماع للرابطة بعد إعادة تشكيلها في الفترة الأخيرة. أستاذ محمد مساء الخير على حضرتك. مرحب بيك يا أستاذ محمد وكل سنة طيب وحضرتك طيب. طيب بما انك بقى من اكتر الناس اللي على دراية بكواليس اتحاد الكرة وما يدور داخل اتحاد الكرة، اجتماع رابطه الانديه النهارده والاستاذ احمد دياب اصبح هو رئيسا للرابطه والكابتن عماد متعب نائبا، يعني التشكيل جه ازاي؟ الترشيحات والاختيار، واعتقد كده ما كانش في انتخابات في ظل ان اللواء صفي النهارده مع المهندس احمد مجاهد كان في اتفاق ان يكونوا مندوبي الاتحاد اعضاء فقط في الرابطه وما يكونش اي حد فيهم في انتخابات رئاسه الرابطه. بص يا محمد، هو في البدايه يعني كان في خلاف على الرابطه تبقى رابطه ولا لجنه. تمام. بسبب اللائحة، هنمشي على اللائحة القديمة ولا اللائحة الجديدة بتاع عمرو جنايم. فبالتالي اللي حصل النهارده كان بنشكو على القرارات أو اللائحة الخاصة بآخر لائحة تم اعتمادها، إن تبقى عدد الرابطة 7 أفراد، 5 مرشحين من الأندية و2 مرشحين من اتحاد الكورة. 2 مرشح اتحاد الكورة لهم حق الانتخابات. يعني فبالتالي الانتخابات تبقى بين الخمس أعضاء أو الاختيار بيبقى بين الخمس أعضاء. اللي هم مترشحين من الانديه. زي ما انت قلت يا احمد، فعلا يعني ما كانش في خلاف، هو كان في شبه اتفاق خلاص ان احمد دياب يبقى رئيس للرابطه، معاه عماد متعب مثلا على النادي الاهلي نائب، كالتالي خالد رفعت مثلا عن الزمالك، شريف صلاح، وبعد كده الحاج عامر حسين، ومعاهم الاثنين مرشحين اتحاد الكره اللواء ثروت تسويلم واللي هو صفي بسيوني، دول ممثلين عن اتحاد الكره وبالتالي اعضاء. تم خلاص يعني زي ما انت قلت يا احمد برضه، يعني مش انتخابات، هو خلاص اكيد تم التصويت، تم اختيار احمد دياب رئيس وعماد متعب. تم الاتفاق خلال الاجتماع برضه ان يبقى الحاج عامر حسين مشرف على الانتخابات جدا الفتره الجايه يا محمد، يعني كان عليهم مهمة كبيرة جدا، ان هو الراجل يعني الاجتماع النهارده اكد لهم ان هو مجهز تصور سيناريو لشهد الدولي، عملت مجموعة واحدة من دور واحد او مجموعة بالنظام العادي اللي احنا متعودين عليه او مجموعتين، فمجهز اكثر من سيناريو هيتم عرضه على الرابطة يوم الاحد، وبعد كده الرابطة هتعمل اجتماع للأندية الدوري الممتاز ال 18 كلهم عشان تاخد رأيهم، خاصة ده موضوع مهم جدا في كابتن الدوري هناك عامل ازاي. فتم الاتفاق ان هو يتم عرض الامر الاول على الرابطه، وبعد كده يتم عرضه على الدوري الممتاز ال 18 في اجتماع رسمي، تمام، يعني يشوف كل التطورات اللي حصلها للحاج عامر حسين وايه الافضل للدوري السنه الجايه، خاصه محمد انت عندنا ارتباطات كبيره جدا. اكيد اكيد. طيب محمد، عندي كذا استفسار في الموضوع ده. هل الاستاذ عامر حسين او الحاج عامر حسين هيكون مشرف على اداره المسابقات، فمش هيبقى فيه رئيس للجنه المسابقات، ولا هيبقى اداره مسابقات والمشرف عليها الحاج عامر حسين بس؟ هتبقى اداره مسابقات، واحد لسه هيتم الاختيار من داخل اتحاد الكره لاحد الموظفين الموجودين في لجنه المسابقات، والحاج عامر هيبقى مشرف على اللجنه، ويعني قائم باعمال رئيس اللجنه، فبالتالي هو يبقى مشرف على اللجنه ومعاه الناس. طب هل ده قانوني يا محمد؟ يعني هل قانوني ان عضو الرابطه يشرف على لجنه من اللجان؟ مشرف عادي، لكن رئيس لجنه ما ينفعش، يعني رئيس لجنه ما ينفعش، يعني هو يبقى مشرف ويبقى في مدير مسابقات من داخل اتحاد الكوره. نفس الكلام برضه الفتره اللي فاتت كده، الاتحاد الرسمي للرابطه. تمام. وفي
يعني هيبقى لو في حاله عزل جماهير هيبقى مسؤول عن امن الملاعب، يشرف على امن الملاعب وعزل الجماهير الفقريه. الاجتماع يعني النهارده كان مجمله يعني معظم النقاط اللي هو تحديد شكل الفتره الجايه هيبقى ايه، اهم ملف طبعا شكل الدوري السنه الجايه هيبقى عامل ازاي، الارتباطات اللي جايه، شكل الرابطه، الاستثمارات اللي هتخش الرابطه ازاي، يساعدوا الانديه في دعم الحاجات دي كلها هي هدف الرابطه الفتره الجايه ان شاء الله، يعني تبقى رابطه بالشكل اللي احنا عارفينه، وعمال بتروح دورات كتير ولا دوري انجليزي او دورات كتير، ففي الاخر ده بيصدف مصلحه الكوره في مصر. طيب محمد، عندي سؤال اخير بس يعني عايز افهم منك تفصيلته بالظبط. اللجنه او الرابطه اللي تم تشكيلها هي على اللائحه اللي حاليا في اللجنه الاولمبيه بتم دراستها قانونا، صح كده؟ ولا على لائحه 2017؟ على اللائحه الجديده المفروض ادام الاثنين اعضاء اعتمادا على اللائحه الجديده. اللائحه الجديده، طيب في نقطه ثانيه، هو المسمى ده مهم جدا، هو مجلس اداره رابطه ولا مكتب تنفيذي؟ دلوقتي رابطة محمد حاول بس تغير مكانك عشان الصوت مش واضح. رابطة أندية الدوري الممتاز. لكن المسمى القديم لجنة الأندية، لجنة الأندية محمد قراراتها صوتية. تمام، بس هي حاليا اسمها مكتب تنفيذي ولا مجلس إدارة رابطة؟ مجلس إدارة رابطة الأندية. مجلس إدارة رابطة. رابطة أندية، رابطة هو المسمى بتاع محمد رابطة أندية أو لجنة أندية. المسمى القديم بتاعنا اللي هو لجنه انديه. لجنه انديه. اللي هي لجنه الانديه اللي هي مع احترامي يعني ملهاش لازمه زي ما بيقولوا كده، كانت على الورق. كانت على الورق. على الورق فقط. الله ينور عليك. طب اخر سؤال، هل في تصور لعوده الجمهور؟ يعني الرابطه هيبقى ليها دور في الساعات اللي جايه ان هي تطرح فكره عوده الجمهور في الدوري الفتره الجايه؟ بص، هو احمد دياب لسه خارج من شويه ومصرح يعني سالناه في المواضيع دي كلها، قال لك الحاجات دي لسه محل نقاش، وهيتم طبعا مش هناخد قرار من نفسنا دلوقتي، لازم بالتنسيق مع الدوله فيشوفوا الصالح للدوري وللدوله الفتره الجايه هيعملوه، يعني الملفات دي كلها هيتم طرحها من الاسبوع الجاي. لكن موضوع عوده الجميل قال لك موضوع مهم جدا جدا طبعا وعلى اولوياتنا، بس لسه لغايه دلوقتي ما خدناش فيه اي قرار وما اتصرفناش ليه بشكل كبير، هيتم مناقشته وعرضه الفترة الجاية وإن شاء الله بإذن الله. أتمنى طبعا عودة الجماهير من الدرجات بشكل طبيعي بإذن الله. الزميل العزيز الأستاذ محمد مراد الناقد الرياضي باليوم السابع، أنا بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات والإيضاحات، ويمكن اثقلنا عليك شويه في الاسئله، انا عارف كنت موجود في اتحاد الكوره وبتتابع اجتماع مهم زي ده، فكنا عايزين نعرف منك كل التفاصيل، وبالتاكيد وضحنا كل التفاصيل لكل الساده المشاهدين بخصوص الوضع القانوني لرابطه الانديه المحترفه والاجراءات المتبعه في الفتره اللي جايه، لان لسه عندنا مسابقات وعوده الجمهور والدوري السنه الجايه مجموعتين، كل التفاصيل دي هنشوفها الفتره الجايه. لكن الجزئيه الاهم، مفيش لجنه مسابقات، المهندس عامر حسين او الحاج عامر حسين هيشرف على اداره المسابقات، وهذه الاداره هم الموظفين الموجودين داخل الاتحاد اللي هم اصلا كانوا بيعملوا مسابقات الموسم الماضي. اخرج الى فاصل وبعد الفاصل نرجع ونبدا مع بعض ترند الاهلي ونشوف المحتوى اللي موجود عبر السوشيال ميديا.